ਬਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਖੈਰ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਵਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਾਵਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ। ਆਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨਸ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। عن جابر بن عبد الله الانصاري عن فاطمه الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه واله قال سمعت فاطمه انها قالت دخل علي ابي رسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمه فقلت عليك السلام قال اني اجد في بدني ضعفا فقلت لأعوذك بالله يا بته من الزوف فقال يا فاطمة اتيني بالكساء اليمان فغطيني به فأتيته بالكساء اليمان فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه جدلا لو كان البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام بعد بلند صلوات محمد قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا قرتين وسمرت فؤاد فقال يا امه اني اشم عندك رائحه طيبه كان رائحه جد رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله اتاذن لي ان ادخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوزي قد اذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت الا ساعه واذا بولد الحسين عليه السلام بعد بلند صلوات محمد وعلي قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرتين وسمرت فؤاد فقال لي يا امه اني اشم عندك رائحه طيبه كانها رائحه جد رسول الله فقلت نعم ان جدك واخاك تحت الكساء فاذن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله وتعذن لي ان اكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع امتي قد اذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فاقبل عند ذلك والحسن علي بن ابي طالب بعد بلند صلوات صلى على محمد وعلى محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا بلحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمه اني اشم عندك رائحه طيبه كانها رائحه اخي وابن امي رسول الله فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله اتاذن لي ان اكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا اخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد اذنت لك فدخل لي تحت الكساء ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتا يا رسول الله اتاذن لي ان اكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد اذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ برسول الله بطرف الكساء واومى بيد اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انه مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
آل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات اني ما خلقت السماء مبنيه ولا ارضا مدهيه ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئه ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبه هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكساء. فقال الامين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم اهل بيت النبوه ومادن الرساله هم فاطمه وابوها وبالها وبنوها بعد بلند صلوات صلى على محمد وعلى. فقال جبرائيل يا ربي اتعذن لنا اهبط الى الارض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد اذنت لك. فهبط الامين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الاعلى يكرهك السلام ويخصك بالتحيه والاكرام ويقول لك وعزتي وجلالي اني ما خلقت السماء مبنيه ولا ارضا مدهيه ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئه ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا لاجلكم ومحبتكم وقد اذن لي ان ادخل معكم فالتاذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا امين وحي الله انه نعم قد اذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لابين الله قد اوحى اليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لابي يا رسول الله اخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين الا ونزلت لهم رحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا. فقال علي نذم والله فضنا مفاد شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صنيا يا علي والذي باسني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه مهموم الا وفرج اللهم ولا مغموم الا وكشف اللهم ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته. فقال علي نذم والله فضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والاخره ورب الكعبه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا محمود بحق محمد مصطفى لم يعلى بحق علي عليه السلام. يا فاطر السماوات بحق سيدا سلام الله عليه. يا محسن بحق الحسن عليه السلام. يا قديم الاحسان بحق حسين عليه السلام. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام. اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق اخيك الحسين عليه السلام. اللهم اني اسالك بحق حسين عليه السلام وجده وابيه وامه واخيه فرجني وانا فيه برحمتك يا ارحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اني اسالك باسمك العظيم الاعظم ان ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زياره الحسين عليه السلام وفي الاخره شفاعه الحسين عليه السلام. اللهم اكتبنا من زوار الحسين عليه السلام وجعلنا من الباقين في اداء الحسين عليه السلام. اللهم احشرنا تحت لواء الحسين عليه السلام. اللهم احشرنا في زمره الحسين عليه السلام. اللهم ادخلنا الجنه من باب الحسين عليه السلام برحمتك يا ارحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا رب محمد محمد پاک آل واسطی رجب المرجب نیک مہینے دے صدقے منا مالک مجلس دا لنگر نیاز خرچہ خراجات کوشش کاوش محنت اپنی بارگاہ وچ قبول فرما منظور فرما. محمد والے محمد واسطے منا مالک مختار حسین سمیت تمام منا مالک نے برادری دی رادی وادی مال رزق کاروبار خیر و برکت فرما عزت ابر مال جان فصلات دی محافظت فرما بخت اقبال وچ اضافہ فرما دشمن دے ہر وار تو محفوظ فرما حاضرین دے دل دے نیک مقصد حاجات اپنی بارگاہ وچ قبول فرما
محمد و آل محمد واسطے بے اولادیں کو صاحب اولاد فرما، بے روزگاریں کو حلال رزق وسیع عطا فرما، مقروضین دی خزانہ غیب جو مدد فرما، بیمار مومنین کو شفا یابی عطا فرما، آل محمد واسطے میں نہ مالک سک واجبات ادا کرنے دی توفیق عطا فرما، دنیا فانی تے کہیں بعد وقت کمی نہ شخص دا محتاج نہ کر، اپنی ذات دا محتاج کر، چودہ در دا محتاج فرما، سارے وارث حقیقی امام زمانہ دا جلد ظہور فرما، گنہگار رکھی زیارت دے قابل بڑا، حق دے امام بھیج کر دنیا دا ظلم ختم فرما، حق دے امام دی حکومت قائم فرما، حق دے امام دے قدمہ شہادت دی موت نصیب فرما، رب جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی، ربنا و تقبل دعا، ربنا اغفر لی والے والدی والے المومنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، واقنا عذاب القبر، واقنا عذاب الحشر، واقنا عذاب المیزان، برحمتک یا ارحم الراحمین، اللهم صل علی محمد۔